بسم الله الرحمن الرحيم، بني التلاميذ، السلام عليكم. بالنسبة للإعداد الأولية فيما بينها، طال معي التمرين رقم 26، الكتاب المدرسي، سنة 4 متوسط، صفحة 15. احنا دايما في وظيفة تعلماتي. التمرين 26 يقول: بين أن العددين الطبيعيين 23 و29 أوليان فيما بينهم. هذا السؤال الأول، ومن بعد يقول لك برهن أنه الكسر 23 إلى 29 يساوي الكسر 207 إلى 261. ثم يطلب منك تعين العدد الطبيعي اللي يحقق هذه المساواة. ما عندك دونك تقدر تتحصل على، عندك مجهول واحد هنا، داكو، تقدر دير المعادلة، دات مجهول واحد وتحل وتصيب الأ. داكوغ، هنا عندك مجهول واحد، هنا عندك تبحث عن الرابع المتناسب، تبحث عن الرابع المتناسب. عندك ثلاث أمور معلومة، تبقى لك الرابع المتناسب تقدر تستنتجو بكل بساطة. بون، دوك نجيو ليه، نرجعو للسؤال الأول. يقول بين أن العددين الطبيعيين 23 و 29 أولين فيما بينهما. كيعودو عندك الأعداد الصغار هادو تقدر تبرهن بلا ما دير بزاف حسابات. دونك تمرين 23 هكذاك الولاد، 26 عفوا، 26 تبع من الكتاب، صفحة 15، اللي ندبرها أن 23 و 29 أوليان فيما بينهما، هكذاك اللي نبرهن. داكو، تعرف قواسم 23، تعرف قواسم 29، تستنتج القاسم الأكبر المشترك، وإلا تعمل طريقة إقليدس، وإلا طريقة الفروقات اللي صلحت لك. داكو، هنا أعداد صغيرة، هنا أعداد صغيرة، نقول 23 تحب دير بي جي سي دي، طبق بي جي سي دي، ديرها هي، روح دير بي جي سي دي، بي جي سي دي 29 23 ما هو؟ لازم نلقاو بي جي سي دي يساوي واحد. كي نصب بي جي سي دي يساوي، حاب يقول باللي عندي عددين أولين فيما بين. أيا روح دير طريقة تقليد، 29 على 23 واش يساوي واحد؟ والباقي عندك 6، هكذاك نكتب هنا 29 يساوي المقسوم عليه في الحاصل زائد الباقي، الباقي غير معدوم نكمل. واش نقسم؟ نقسم 23 إلى 6، 23 إلى 6 راح تعطيني 6 في الربع 24، حتعطيني 3، 3 في 6 18، هكذا قالوا لي. بون، 3 في 6 18 ناقص 18 في 23 تبقى لي 5، الباقي 5. ونكتب هنا المساواة تاعي، 23 يساوي المقسوم عليه ضرب الحاصل زائد الباقي، الباقي غير معدوم نكمل القسمة. واش نقسم؟ ندير 6 على 5، 6 قسمة 5 واش تعطيني؟ تعطيني 1 على 5، الباقي باقي 1. واش نكتب الولاد؟ نكتب 6 يساوي المقسوم عليه ضرب الحاصل زائد الباقي، الباقي غير معدوم نكمل القسمة تاعي. ها، ومن بعد واش ندير؟ واش ندير الولاد؟ هذه نقسمها على هذه، 5 قسمة 1 راح يعطيني 5 والباقي الصفر. إذا هنا عندي 5 يساوي المقسوم عليه 1 ضرب الحاصل زائد الباقي اللي هو صفر، الباقي صفر هنا، باقي معدوم. نشوف الباقي اللي قبله اللي هو غير معدوم، ورايح نكتب هذا الطريقة، هذه استعمل طريقة القسمات المتتالية هكذاك، بي جي سي دي، لحساب بي جي سي دي، حساب لحساب بي جي سي دي 29 23. داكو، ومن بعد نكتب هنايا بي جي سي دي 29 23 يساوي واحد. اذا فالعددين 29 و 23 اوليان فيما
بينهما. خلاص انا استعملنا طريقة ولا كنتو تستعملوا طريقة الجداءات وقال القواسم هي كذا لكل عدد وبعد القواسم المشتركة، ثم قال القاسم المشترك الأكبر هو هو الواحد. هنا بينا باللي راهم أوليا فيما بينهم. السؤال الثاني يطلب عليك برهن أن هذا السؤال الأول هكذا. السؤال الثاني يقول لك برهن أن 23 على 29 يساوي 207 على 261. هل يساوي؟ لاحظ بين الكسر هذا والكسر هذا عندك مساواة، داكو؟ قلنا هذا الكسر هذا مختزل يعني للأقصى الحدود، والكسر هذا هو ما نقدوش نختزله. لماذا؟ لأنه 23 29 أوليا فيما بينهما، يعني لا أستطيع اختزال هذا الكسر أكثر، هذا آخر كسر. دونك هذا هنايا شوف العلاقة تاعو بين الكسر هذا المبسط جدا، تلاحظ باش بلي تفوت باش تفوت من 23 ل 207. شوف هنا بين 3 و 7 تكون ضربت في ماش، نكونو ضربنا في 9. تحقوا بالآلة، عندي 23 كي نضربها في 9 راح تعطيني 207. إذا ضربنا هنا في 9 لازم في الكسر في المقام لازم نضرب في 9. كسر باش يساوي كسر لازم تضرب الكسر الاولا تضرب له المقام والبسط في نفس العدد. يعني رايحين نديرو نجربو نضربو في 9 ونشوفو. 29 عفوا 29 عفوا ضرب 9 ضرب 9 راح تعطيك 261. داكور تعطيك 261. اذا نكتب هنا واش نكتب؟ نكتب الكسر تاعي 23 على 29 يساوي، نجيب خط الكسر نضرب الفوق والتحت في 9، يساوي 23 في 9 على 29 في 9، نضرب الفوق والتحت في نفس العدد، رايح نحصل على قلنا بون هذه احنا حسبناها 29 في 9 حسبناها 261، وهذه عطاتنا 207. دونك نكتبو اذا 23 على 29 يساوي، هنا دير هكذا باللون الاخضر هاي داكو، ضربنا في نفس العدد الفوق والتحت يساوي 207 على 261. لاحظ عندك كسرين متساويين، هذا الكسر مختزل تماما، هذا الكسر لا، هذا الكسر لا. علاه؟ لانه باش تفوت من 207 على 261 باش تفوت لهذا الكسر لازم تختازه وتقسم على 9. داكور دونك الكسور تقدر تختازلها داكور، لكن انه كسرين متساويين ما يحبش يقول بلي هما كسرين في زوج ما همش اوليين. داكور ما تصيبش بلي ما تقوليش باسكو 23 على 29 مختزل تماما، في 23 على 29 هما اوليين فيما بينهما، يعني ما عندهمش بي جي سي دي غير الواحد، عند بي جي سي دي تاعهم هو الواحد. ما تقوليش بلي 207 على 261 هما اوليين فيما بينهم، بالك تغلط لي الغلطه هذه. كاين تلميذ قالها لي، قال لي مادام هذا بي جي سي دي يساوي واحد، ومادام يساوي بي جي سي دي 207 على كذا، يعني بي جي سي دي 207 و 261 هو ايضا واحد. قلت له لا، لاحظ ديجا راك هنا باش تفوت من هذا لهذا راك ضربت في 9، دونك هذا من مضاعفات 23 وهذا من مضاعفات 9، هذا من مضاعف 29 مضاعفات 9، اذا في هذا وهذا من مضاعفات 9، اذا تزيد تقدر تقسم، ما تغلطيش هاد الغلطه. داكو صح، برهنا باللي الكسرين هادوك متساويين. نجيو للسؤال الثاني ولا السؤال الثالث عفوا، يقول عين العدد الطبيعي الذي يحقق يحقق هاد المساواة 207 على 261 يساوي 161
على 161 زائد ا. عين هذه المساواة، داكور، عين هذه المساواة. با شوف هنايا عندك قداش من طريقه باش تحلها، عندك قداش شحال من طريقه. عندك هنا مساواة، عندك هنا المقامين، المقام والبسط تاع الاخر معروفين، عندك هنايا البسط معروف، يبقى لك غير المقام. هنا عندك رابع متناسب، داكور، لازم تبرهن، تجيب العدد، مش تبرهن، تجيب قيمة أ اللي تحقق لك هذه المساواة، اللي تعطيك هذه المساواة، تجيب يعني هنا عندك راح تحصل على معادلة من 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 الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو الأ، داكور، صح. تجي تقول لي أستاذة نقدر نجي ندير، اسمع مليح، تقول لي ندير هذا في هذا يساوي هذا في هذا، ندير هكذا، ها، تقول لي ندير أستاذة ندير 207 ونضربها في هذا كامل في 161 زائد أ، ونديرها تساوي 161 في 261، ومن بعد نبدأ ننشر الضرب تاعي. هنا عندي تقول لي ندير 207 في 161، ومن بعد زائد 207 في أ يساوي هذا العدد، ومن بعد تقول لي نجيب الأعداد من جهة والأ من جهة ونتحصل على الأ. صحيح، طريقة صحيحة. كاين زميل آخر واش يقولك، يقولك شوف كيفاه، يقولك أنايا هذا العددين 207 و161 أعداد كبار وكذا، من هنا نقدر أنا ما نستعملش هذا الكسر، داكور، يقولك نقدر ما نستعملش هذا الكسر، أستعمل هذا الكسر المبسط المختزل وندير 23 على، يكتب هكذا، يكتب هكا، يقول لك مادام عندي 207 على 261 ها يساوي، مادام راهو يساوي هكذاك 207 على 261، يقول لك مادام يساوي 23 على 29، في الشيء اللي يحقوا هذا الكسر، يحقوا هذا الكسر ايضا، يعني عندي 23 على 29 هكذاك يساوي 161 على 161 زائد أ. يعني بدلا باش يخدم بهذا الجداء اللي في 207 داكوغ، و 261 الكسر اللي في 207 و 161 يخدم بالكسر هذا المختزل، داكوغ، ينقص عليه شويه الحسابات هكذا، ويولي يضرب 23 في كذا ويخدم هكذا، 23 في 161 زائد أ تساوي 161 في 29، ايضا الطريقه صحيحه، داكوغ، علاه؟ لان الكسرين هادو متساويين، داكوغ، ويخدم بطريقه الجداء التصالبي، تحصل على معادله من الدرجه الاولى مجهول واحد، يقدر يحلها بكل سهوله، داكوغ. دونك اللي يخدم بالطريقه هذه نكملوها، هذه الطريقه ايضا صحيحه. دونك واش ندير، ننشر هنا، عندي 23 ضرب 161 زائد هكذاك، زائد ماذا، زائد 23 في أ، يعني 23 أ يساوي 161 في 29 هكذاك الأولاد. هادو دوك نخليه هنايا، وهادو نجيبهم كاع من هنا. تصبع عندي قبل ما نحسبها نروح بالعقل برك، بقى عندي 23 أ يساوي ماذا، هذا وهنا، داكوغ، هذا راهو هنا، ها، ونقص منو هاد الكمية هذه باش نعزل 23 أ وحدها، ندير ناقص هذه، ناقص 23 في 161، ما تخافش من كذا، تقولي أقواس وما أقواس، لا، باسكو أنا عندك عملية الضرب هي أولية بالنسبة للطرح، داكوغ، ما تخافش، ما تستعملش أقواس، لأنو 23 و 61 حيبقاو جونغ تقول مسوديين. علاش؟ باسكو هنا عندك عملية الضرب، ما تحتاجش دير قوس هنايا، داكوغ، ما تحتاجش. بون، دوك تبعني مليح، شوف، باش ما نكثروش الحساب، ميم الكالكيلاتيس واحد يستعملها بذكاء، باش نروح نحسب هذا، ونحسب هذا، ونكثر على روحي الحسابات، شوف شوف مليح، شوف مليح، شوف واش عندك، عندك 161 هذا عامل مشترك،
هنا وهنا، عندك عمليتي ضرب هنا، هذه وهذه، هذه وحده وهذه الزوجه، و 161 عامل مشترك. واش نجي نكتب 161 هنا نحل قوس عليه باسكو راح نخدم بالناقص لهنا. داكو 161 ضرب 29 ناقص 23، مفهوم؟ هنا عندك نهضرها لك بلغه خلاف، هنا عندك 121 مره 29 داكور، وهنا عندك والله بالعكس، هنا عندك 29 مره 161، 29 مره 161، وهنا عندك 23 مره 161، هنا عندك 29 مره هذه الكميه، وهنا عندك 23 مره نفس الكميه. واش نجيب ندير هذيك الكميه نحطها هنا ونكتب 29 ناقص 23، هاكا نعاود تنشرها 161 في 29 وتجيب الناقص 23 في 161. هنا تشوف ديجا عندك 29 ناقص 23 راهي 6، اذا هنا تخرج 161 ضرب 6 هذه 23 ا، اذا ا واش يساوي يا الولاد؟ ا واش يساوي؟ يساوي 161 في 6 قسمه 23. هنا شوف تنقص على روحك الحسابات ونجيو نحسبو 161 في 6 هكذا قلنا، عفوا تبع معايا، 161 في 6 قسمة ماذا؟ قسمة 23، هاي تعطيك 42، ها يساوي 42. بون نخلي لكم خدمت بالكسر الآخر اللي شوية ثقيل، ها هذا كسر خفيف، كسر مختزل مبسط، كون تخدم بهذه الطريقة هذه نفس الشيء راح تصيب عندك الا يساوي 42، وخليك تخدمها وحدك داكور الاولاد، خليك تخدمها وحدك. كاينه طريقه اخرى، كاين طريقه اخرى تبع معايا مليح، ونستعمل فيها دائما الكسر المبسط من احسن. شوف كي نكتب هنا الاولاد الكسر نتاعي، هذه طريقه اخرى كي نكتب الكسر تاعي تبع نكتب هذا الكسر هنا، هذا شفتوا هذا الكسر هذا هنا، انك تتبع مليحه. شوف عندي 23 ل 29 تساوي هذا على هذا، المقلوب تاع العددين كي نقلب 23 ل 29 ونقلب 161 على 161 زائد ا، تبقى المساواه محققه. يعني رايح نكتب نقول نجي من هنا لهنا ونكتب 29 على 23 رايح يعطيني 161 زايد ا على 161، اذا قلبت الكسرين تبقى المساواه محققه. هنا كانت عندي 23 على 29 تساوي هذا الكسر، كي نقلب 23 على 29 باش الان نطلعوا الفوق برك داكو، كي نشوفوا كذا الان تحت يغبني شويه حبيت نطلعوا الفوق داكو، شوف مليح ها عندك المساواه، واش تولي دير؟ شفت واش يساوي؟ تبعني مليح، تقدر تخدم، انا مانيش باش نخدم بطريقه هكذا، شوف نخدم بطريقه خلاف. شوف نجي نكتب هنايا هذا الكسر، هذا الكسر هو عباره عن 161 على 161 ياك زائد ا على 161، عندي كسرين بنفس المقام، قسمت برك باسكو انا عندي نفس المقام نقسم هذا على هذا، واش يساوي؟ ما درت والو هنا، كنت عاود تجملهم في الكسر باسكو عندهم نفس المقام، تولك 161 زائد ا، قسمت برك هذا المجموع على كسرين من نفس المقام، 161 على 161 هي واحد، هاك معايا، زايد ا على 161، دونك واش نقول؟ نقول عندي 29 على 23 داكور ناقص ماذا؟ ناقص هنايا ناقص واحد يساوي ا على 161، بمعنى انه 29 على 23 ناقص واحد، يحب يقول 29 ناقص واحد، ندير نفس الواحد نعبر عليه بانه الكسر 23 على 23، واحد ما يسالني ها، اي تبقى لي نفس يحب يقول هذه
29 23 ناقص 1 يعني ناقص 23 على 23 تساوي 6 على 23. واش تساوي؟ تساوي ا على 161. هاك معايا نلحق لهذا الوحده هذه. عندي 29 23 ناقص 1 يساوي ا على 161. داكوغ، نجي هذه 29 على 23 ناقص 1 نكتبها 29 على 23 ناقص 23 على 23، هذا راه 1. واش يساوي لي؟ 29 ناقص 23 نفس المقام هي 6، وهنا تبقى لي المقام 23، يساوي ماذا؟ قلنا يساوي ا على 161. من بعد واش عندي؟ الجداء المتصل تاعي، عندي ا يساوي 161 في 6 قسمة 23. هاي نفس الشيء اللي لقينا هنايا، ها داكو نفس الشيء. هنا غير باش نشوفوا الان تاعي نشوفوا الفوق باش ما نشوفوش تحت الكسر، يظهر لي حاجه كبيره. داكو، دونك عندك بدو شحال الطريقه باش تستنتج منها العدد الطبيعي للآ. وبهذا نكونوا ابنائي انتهينا من التمرين رقم 26. نلتقي ان شاء الله في تمرين اخر، والسلام عليكم.